وينهم؟ شيخنا قيس الخزعلي عاد شبيل، وين ابطالنا؟ وين ابطالنا؟ وهذا الجيش حطوه علينا، شوفه جيش صفين تقول راح يحرر شو اسمه، راح يطلعون تركيا هسه، راح يطبون هسه منا، خلصوا من عندنا يروحون قبل التركية، يطلعون الاتراك من شو اسمه من زاخو، دول جماعتنا على البكتة راح يطلعون جماعه هسه، يطلعون اتراك هسه، بس يخلصوا من عندنا، قالوا حجب الفضل بس نخلص من عندكم قبل منا، ركض على اتراك طلعهم من زاخو. ولك 12 ونص 14 ونص 10 ونص بكيسيات ام 16 ام 4 إيه. شوف الجيش هذا، الجيش العراقي جاي بيجيك، خلي لون ارجع هسه، بس يخلصون قبل الزاخو، يطلعون الزاخو خطيه، ادعوا له قواتنا الامنيه على اسف والله.